السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة اشرح لي في الكيمياء العضوية كيمياء تالتة ثانوي. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض الألكينات. بعد ما خلصنا الألكانات هندخل بقى في النوع الثاني من الكيمياء العضوية من الهيدروكربونات اللي هي الألكينات. لو نفتكر الصورة دي مع بعض، احنا قلناها في أول حصة وقلنا دي هتكمل معانا عشان احنا هنمشي على دي. قلنا اول حاجه دي الهيدروكربونات اهي اليفاتيه واروماتيه، وقلنا الاليفاتيه مفتوحه السلسله وحلقيه، واحنا شغالين في المفتوحه خدنا المشبعه اللي هي مين، اللي هي الالكانات، وهناخد بقى نبتدي في الغير مشبعه اللي هي مين، الالكينات والالكينات. بس النهارده هنبدا بمين، بالالكينات. مين بقى الالكينات ديت؟ تعالى نفتكر الالكينات. بس قبل ما نفتكر الالكينات عاوز برضه افكرك بالتسميه اللي هو ميس ايس بروب بيو بنت هيكس هيبت اوكتنون ديك، اللي هما من 1 لـ10 احنا المفروض خلاص حفظناهم، بس عاوز افكرك بيهم تاني. الالكينات بقى من ديت هي هيدروكربونات اليفاتيه مفتوحه السلسله غير مشبعه، ولا مشبعه غير مشبعه، مفتوحه السلسله الكربونيه. الذرات الكربون بترتبط برابط ثنائيه وليس احاديه، اللي رابطه مزدوجه، اللي رابطه ثنائيه دبل بوند، اسمها دبل بوند، رابطه ثنائيه. الرابطه ديت منهم رابطه من النوع سيجما القويه صعبه الكسر ضعيفه النشاط الكيميائي، وواحده التانيه ديت من النوع باي سهله الكسر عاليه النشاط الكيميائي. يبقى الالكينات ان احنا لو شفنا الشكل تاني هو من الهيدروكربونات الاليفاتيه الغير مشبعه مفتوحه السلسله، بترتبط ذرات الكربون في جزيئاتها بروابط ثنائيه من احدهما من النوع سيجما القويه صعبه الكسر ضعيفه النشاط الكيميائي، والاخرى من النوع باي سهله الكسر عاليه النشاط الكيميائي. الصيغه بتاعتها برضو قلنا عليها في درس الالكانات في اخر حته اللي هي CnH2n، CnH2n دي الصيغه بتاعتها CnH2n. التسميه بتاعتها بحط المقطع ين، بحط المقطع ين. تعالى كده نشوف مع بعض. اول قال لي خلي بالك بس في ملاحظه معايا ان الالكانات بتقل بذرتين هيدروجين، بتقل الالكينات عن الالكانات بذرتين هيدروجين. ليه؟ عشان كان المفروض هنا زائد 2، شلنا زائد 2 ديت، يبقى الالكانات بتزيد عن الالكينات ب 2 هيدروجين. تمام كده، ادي سي 2 اهوت ايس ميس ايس، صح 2 اهو ميس ايس، تبقى اسمها ايس بس احط اليه والنون يبقى ايسين. شوف ايسين، ادي الايس والين. طب تعالى نشوف 5 بنت، بنتين بنتين. تعالى نشوف 8 يبقى اوكت اين، اوكتين يعني اوكت اين. ماشي كده يا شباب، ديك اين، ديكين معايا كده، يبقى بزود المقطع ين، بسمي المقطع ايه؟ ين، دي كين، اوكتين، بنتين، ايسين. طب ازاي بسمي الالكينات؟ ازاي بسمي ايه؟ ازاي بسمي الالكينات؟ الالكينات دي ازاي انا بسميها؟ أول حاجة هنحدد أطول سلسلة كربونية برضه متصلة بس ايه؟ بتحتوي على رابطة مزدوجة. تاني كده بنحدد أطول سلسلة كربونية متصلة بس. هنا لازم تكون بتحتوي على ايه؟ على رابطة مزدوجة اللي هي الدبل بوند. تاني حاجة هنرقم السلسلة مش من الطرف الأقرب للمستبدل، لأ من الطرف الأقرب للرابطة المزدوجة. شايف معايا؟ كل حاجة بقت على رابطة مين؟ المزدوجة. بعد كده هنحدد اسم المركب ونضع اسم، نضع طبعا المستبدل العادي بتاعنا. يبقى احنا دلوقتي بنتعامل على الرابطة المزدوجة وليس المستبدل. تعال نشوف مع بعض الأمثلة أهو. تعال معايا أهو، ادي الرابطة اهي. تعال نعد من هنا، ادي دي رقم واحد، رابطة كده رقم واحد. طب لو من هنا يبقى الرابطة رقم اتنين، الرابطة بقى ما بين دي ودي، فبتاخد رقم دي او رقم دي. لو انا ماشي كده يبقى هتاخد رقم واحد اللي هو الرقم الاقل. طب لو انا ماشي كده هتاخد رقم اتنين، يبقى انا همشي كده، يبقى انا همشي كده. ده اسمه ايه؟ ميس ايس بروب، يبقى واحد بروبين. اسمه ايه؟ واحد بروبين. ليه؟ عند الرابطة رقم واحد اهوت، ادي الرابطة عند الكربونة رقم واحد، وده ميس ايس بروب يبقى واحد بروبين. طب تعال نشوف مثال تاني، شوف ايه عند رقم واحد اهو برضه، يبقى خلاص كده رابطة رقم واحد. يبقى احنا هنمشي كده اجباري، هنمشي كده اجباري. يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة،
يبقى اسمها ايه؟ 4 كلورو، 4 كلورو، 1 ميس، ايز بروب بيوت، 1 بيوتين. يبقى 4 كلورو 1 بيوتين، يبقى انا بمشي اجباري كده. ليه؟ عشان الرابطه المزدوجه هنا رقم 1. طب تعال نشوف مثال تاني. هنا انا همشي اجباري كده ليه؟ عشان هنا برضو الرابطه المزدوجه رقم 1. تعال رقم بقى، 1 2 3 4 5. يبقى 1 2 3 يبقى 3 ميثايل 1 بنتين، 3 ميثايل 1 بنتين. يبقى خلي بالك بقى انت بتمشي على حسب الرابطه الايه؟ المزدوجه. طب دي كده التسميه. طب تعالى بقى لو احنا هنرسم الصيغه، لو احنا هنرسم احنا الصيغه، قال ارسم 2 ميثايل 3 هكسين، 2 ميثايل 3 هكسين زي ما خدنا، هكس يعني 6 ذرات كربون اهو. اللي عند الرقم 3 فيه هكسين، يعني عند الرقم 3 في رابطه مزدوج، ادي عند الرقم 3 في رابطه مزدوج، ادي 1 2 3 اهو. يبقى هنا محدش يقول لي هنا ليه، لو هنا يبقى عند الرقم 2، لا هي هنا عشان دي رقم ايه؟ رقم 3. او هنا برضه عشان برضه دي هتبقى الرقم ايه؟ 3. تعالى نحط عند رقم 2 ميثايل، ادي عند رقم 2 اهوت ميثايل، ماشي كده يا شباب. بعد كده احط الهيدروجينه بقى، هنا سي اتش 3 اهوت، هنا مرتبطه ب3 يبقى عندها اتش واحده، هنا ادي 1 2 3 يبقى عندها اتش. يا مستر فين الثالثه؟ ما هو دي 2 ودي 1 3. طب ودي 2 ودي 1 3 برضه اتش، ودي هنا 2 يبقى اتش 2، هنا واحده يبقى اتش 3. ماشي كده يا شباب، مش شايف اللي فيها حاجه صعبه بصراحه. تعالى نشوف اللي بعدها، 4 بروبايل 2 هبتين، 4 بروبايل 2 هبتين، ادي الهبتين اهو، كام ذره كربون؟ 7. ميس ايز بروبيو بنت هيكس هبت 7. عند رقم 2 نحط دبل بونت اهوت زي ما هو حط، عند رقم 4 هنحط سي 3 اتش 7 اللي هو البروبايل اللي هو مجموعه الالكايل، سي 3 اتش 7 سي ان اتش 2 ان زائد 1، سي ان اتش 2 ان زائد ايه؟ زائد 1 لو نفتكرها مع بعض. عند رقم 4 نحط سي 3 اتش كام؟ سي 3 اتش 7، ماشي كده يا شباب. وبعد كده نحط بقى الهيدروجينه بتاعتي عادي خالص زي ما احنا متعودين. طب تعالى قال لي بقى في حاجه اسمها الاي سي. طب يا مستر احنا هنا ليه ما خدناش الميسين؟ لان طبعا اقل الكيل لازم يكون يحتوي على ذرتين كربون، اقل الكيل لازم يحتوي على ذرتين كربون اللي هو الايس والايسين، او بسميه الاسم الشعبي ده الايسيلين، الايسيلين واللي هو رمزه سي 2 اتش 4، سي 2 اتش 4، ماشي كده يا شباب. ده اول مركب من سلسله الالكينات. طب ده ما خدنا اول مركب، لازم ناخد طبعا بتاعه ايه؟ التحضير بتاعه. التحضير بتاعه ادي الجهاز بتاعه اهوت اللي بيتحضر فيه، وادي بيقول لي اللي بيحصل ان بينتزع الماء من الكحول، الكحول اللي هو غاز الايثانول، ده كحول، كحول الايثانول هناخده برده قدام. الايثانول ده هننزع منه الميه بواسطه حمض الكبريتيك المركز الساخن عند درجه 180 درجه مئويه. ماشي كده يا شباب، ده كده الملخص بتاع ازاي هنحضر الايسين. هننزع الميه من الكحول بتاع اللي هو الايثانول بواسطه حمض الكبريتيك المركز، لان حمض الكبريتيك المركز اصلا بينتزع الماء. حمض الكبريتيك المركز شغلته اللي هو انتزاع الماء عند درجه 180 درجه مئويه. قال لي اهوت، ادي اول معادله. دي طبعا التفاعل بيتم على خطوتين، الخطوه الاولى C2H5OH، ادي ده غاز الايثانول، ده الايثانول يا اولاد، ده مين؟ ده الايثانول C2H5OH. فعل مع حمض الكبريتيك المركز عند درجه 80 درجه مئويه هيديني حاجه اسمها كبريتات الايثايل الهيدروجينيه، كبريتات الايثايل الهيدروجينيه وميه. يبقى انا فاعل ده مع ده هيديني كبريتات الايثايل الهيدروجينيه زائد مين؟ زائد ميه. هاخد كبريتات الايثايل الهيدروجينيه ديت وافعلها عند 180 درجه مئويه اللي هو هسخنها لحد 180 درجه، هتديني الايثين وحمض الكبريتيك، هتديني الايثين وحمض مين؟ وحمض الكبريتيك. وادي المعادله الكليه المعبره عن التفاعل، ادي الايثانول في وجود حمض الكبريتيك المركز في وجود 180 درجه هيديني الايثين والميه، هيديني الايثين والميه، والايثين بيطلع فوق هنا عشان كثافته اقل من كثافه الميه، عشان كثافته اقل من كثافه الايه؟ الميه.
اهو عند تحضير السين في المعمل، ليه بحط ان او اتش؟ ليه بمرره على الان اي او اتش اللي هو هيدروكسيد الصوديوم علشان يتخلص من اثار ابخره حمض الكبريتيك المتصاعده. حمض الكبريتيك حمض مع قاعده طبعا بيديني ملح، ايه؟ ملح وميه. فانا عشان كده حطيت قاعده قويه عشان حمض الكبريتيك قوي، فحطيت قاعده قويه عشان الاتنين يتفاعلوا مع بعض لو في اصلا حمض الكبريتيك، ويتخلص من اثار الابخره بتاعه حمض الكبريتيك. طب ليه او قلنا ليه بيجمع الايسين فوق سطح الميه؟ عشان كثافته اقل من كثافه الميه فيطفو على سطح الماء. ماشي كده يا شباب. الخواص العامة للألكينات طبعا زي اللي خدنا في الألكانات بناخده في الألكينات. عندي خواص فيزيائية وخواص كيميائية، هناخد النهاردة بس الخواص الفيزيائية، والكيميائية هنخليها إن شاء الله الحصة الجاية. خواص الفيزيائية أول حاجة طبعا الحالة بتاعتها الصلبة والسائلة والغازية. الغازية قلنا طبعا مفيش ألكينات واحد، الواحد ده مش موجود في الألكينات. هنا من 2 ل 4 غازات، ومن 5 ل 15 سوائل، وأكتر من 15 صلبة. من 2 ل 4 غازات، ومن 5 ل 15 سوائل، واكتر من 15 صلبه. تاني حاجه الذوبان طبعا زي الالكانات، الالكانات والالكينات الاثنين من نوع واحد غير قطبيه، ما بتدوبش في الميه ولكن تذوب في المذيبات القطبيه. زي مين؟ زي البنزين والاثير، حاجه اسمها الاثير هناخده برده قدام. وخدناه اللي هو اثير ثنائي الميثايل زيه كده بالظبط، اللي هو كان في المشابهه الجزيئيه او الايزومرات اللي احنا خدناه، ورابع كلوريد الكربون، ورابع كلوريد الايه؟ الكربون. كده يبقى خلصنا الحصه بتاعتنا، وان شاء الله المره الجايه هنتكلم عن التفاعلات الكيميائيه للالكينات. خليكم معانا علشان تفهموا المنهج صح، وعشان تعرفوا ان شاء الله نبقى مع بعض في المنهج كله، وهنحل طبعا مع بعض كتاب الامتحان، وباذن الله هنخلص المنهج كله ونراجع عليه كمان ونحل امتحانات كمان، وان شاء الله كل واحد يدخل الكليه اللي هو عاوزها باذن الله. واشوفكم الحصه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.